أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا فمن ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ما شاء الله.